لبرنامجكم إضاءات من تعز، يحمل لكم أسبوعياً مواضيع متعددة تلامس قضايا المجتمع في مناطق تعز وتلقي الضوء على الكثير من القضايا، فتابعونا بعد الفاصل. مشاهدين، طرقات تعز التي أعياها الإهمال بسبب الحرب والسلطة المحلية تتحدث عن إنجازات وبدء أعمال ملحوظة لتخفيف معاناة تعز من حصارها وتسهيل دخول الغذاء والدواء عبر طرق ممهدة وسهلة تبدأ من قلب المدينة حتى عدن والكدحة إلى المخا. وإلى التفاصيل بهذا التقرير. هناك طرقات كثيرة بدأ فيها العمل في محافظة تعز بعد افتتاحها رسميا، منها طريق الكدحة الذي افتتحها نائب مجلس الرئاسة العميد طارق محمد عبد الله صالح ومحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، وغيرها من طرقات تصل إلى عدن بديلة عن طرقات الموت هيجة العبد، ومقاطع كثيرة تجدها طرقات تعز في بداية جولة الصقر والتربة تشق وتعبد لتخفف معاناة تعز المحاصرة وأبنائها. وتحدث لنا وكيل محافظة تعز مهيب الحكيمي عن هذه الطرقات باستفاضة. تستهدف محافظة تعز خلال الفترة من 2018 وحتى اليوم البنية الرئيسية لطرقات المحافظة. المدينة تعاني من عدم وجود الطرقات المؤهلة والسهلة لسفر المواطنين أو إيصال الخدمات والسلع إلى داخل المدينة. يتم من 2015-2016 تقريباً تم تحويل الطرق الريفية إلى طرق رئيسية مباشرة للتوصيل بين مدينة تعز والمدن المجاورة لها محافظة عدن. أو الاستخدام الكثيف والثقيل لهذه الطرقات أدى إلى انهيارها التام، سواء الطريق تعز التربة أو طريق نقيل هيجة العبد والطريق المؤدي إلى عدن نفس الطريق الصبيحة اللي هو في محافظة لحج. حاليا يقوم صندوق صيانة الطرق بجهد وبدفعة قوية، وتستهدف الحكومة برئاسة معالي دولة رئيس الوزراء ومتابعة المستمرة للأخ المحافظ نبيل شمسان بإعادة تأهيل جميع هذه الطرق، والتي يتم حاليا يتم إعادة تأهيل طريق تعز التربة الذي يتم تنفيذه وتمويله عبر صندوق صيانة الطرق برئاسة الرائع المهندس معين الماس. الطريق تعز التربة الذي تقريبا انتهى تماما وأصبح غير صالح للاستخدام، أصبح يشكل من الصعوبة أكثر مما هو يسهل لنا في تنقل المواطنين أو نقل المواد السلع الغذائية. الآن الطريق تم إنزال المناقصة وتم البدء العمل فيه قبل حوالي شهرين. تم تقسيم الطريق إلى 3 قطاعات حتى يتم استكمال العمل فيه بشكل سريع. العمل الآن يمشي على قدم وساق في المقاطع الأول والثاني والثالث. الطريق هذه سوف تعمل على تسهيل مرور المواطنين ونقل البضائع، واعتقد ان قد كانت ارتفعت اسعار النقليات بسبب صعوبه التنقل الى 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 مبالغ طائله. كما يقوم الصندوق حاليا صندوق صيانه الطرق بسفلتات وتجهيز نقيل الصحة. المشروع هذا الذي جاء من العدم للأمانة، هذا المشروع جاء من العدم لكن تبناه الأخوة في صندوق صيانة الطرق، والآن يتم عمل السفلتة فيه. قد بدأت عمل السفلتة، عمل الصبيات الخرسانية والجسور الأرضية، بحيث يكون بطريق بديل لنقيل هيجة العبد. الأعمال في نقيل هيجة العبد أيضا كانت تم تنفيذ جزء منها عبر صندوق صيانة الطرق، والآن الأخوة في المملكة العربية السعودية الشقيقة قد أنزلوا تم إنزال المناقصة، وسوف يتم قريبا البدء في تنفيذها حتى متى ما انتهى العمل في نقيل الصحة كطريق بديل لطريق هيئة العبد. حاليا وبناء على الجهد أو الجهود المبذولة لإيجاد شرايين للحياة في محافظة تعز، كان قبل سنتين
وبجهود ذاتية من المواطنين البدء في شق طريق الزريقة إلى لحج. المشروع تم الشق وحاليا متوقف، ننتظر التمويل لأعمال السفلتة وأعمال الاستكمال ما بدأه المواطنين من جهد غير من جهد استثنائي. ومؤخرا تم فتح الشريان الجديد اللي هو طريق الكدحة البيرين. الشريان هذا الذي بيكون له أثر إيجابي وكبير، طبعا لا ننسي جهود النائب الأخ نائب رئيس المجلس الرئاسي أميد طارق صالح الذي قام مشكور ومعه محافظ المحافظة بتدشين العمل فيه قبل أسبوعين تقريبا. الطريق هذا سوف يكون له أثر كبير في تخفيف المعاناة، سوف ينقل الضغط من نقيل هيئة العبد إلى منطقة الساحل، سوف يربط بين مركز المدينة ومديرية الساحل بشكل عام. طبعا الصندوق قام بتمويل وتنفيذ طريق تعز التربة وسلموا إلى 3 مقاولين، قام بتنفيذ طريق نقيل الصحة كربة. هذا المشروع أنا أسميه المشروع المعجزة الذي جاء من عدم، يعني مشروع كنا نأمل فقط أنه يجزع شيء ولها جريدر يكون يمسحه عشان يخفف على المواطنين، لكن قام الصندوق الآن بأعمال السفلتة فيه، يعني ربما إحساسهم بالمسؤولية، الإحساس الكبير عند لديهم في المسؤولية، قطعوا خطوة ما كنا للأمانة ما كنا نتوقع في الوقت الحالي. يعني ربما كان المشروع هذا ننظر له في فترة سابقة، لكن للأمانة الأخوة في الصندوق وفي وزارة الأشغال سبقونا وأنزلوا المشروع في مناقصة وفي فترة قياسية الآن لا تتجاوز 3 أشهر قد بدأوا أعمال السفلتة. هذه المشاريع التي تتم عبر صندوق صيانة الطرق، معنا مشاريع صغيرة داخل المدينة أو باكورة المشاريع عبر اليونوبس اللي هو شارع خط شارع الجامعة اللي يمتد بمسافة كيلو و340 أعتقد متر من جولة الصقر من مدخل المدينة إلى مدخل الجامعة تعز. هذه المشاريع الرئيسية. إيش رسالتك للمشاريع اللي تحتاج مثل طبعا في لدينا مشاريع كثيرة، مع لدينا مشاريع عبر القروض، مشاريع عبر الجبل الحبشي، مشاريع، لكن طالما الآن المشاريع التي بدأت اللي هي طريق تعز التربة، نأمل من الأخوة رؤساء المجالس المحلية في المديريات من الأخوة المواطنين يعوا إنه هذه المشاريع لم تأتي بيوم وليلة، أتت نتيجة جهود ومتابعات مستمرة من القائمين من المسؤولين من الطريق هذه يجب أن نحافظ عليه. الآن يعني سبب خراب ودمار الطرقات هذه كانت المطبات والحفريات والاستحداثات اللامسؤولة التي تتم على طول الطريق. الطريق عندما تصمم لأوزان معينة، تصمم في مناطق وقوف معينة، أما إنه أي شخص بيستحدث مطاب أو بيستحدث هذا كله سوف يؤدي إلى انهيار الطريق. فإذا ما تم قمنا عشان نحافظ عليها الآن بعد الانتهاء من الأعمال إن شاء الله، إذا تم العبث فيها ولن نسمح للعبث مرة أخرى، لأن في حال فقدنا الطرقات سببنا في انهيار الطرقات هذه من جديد لن نستطيع إعادتها ولو على مدى طويل. طبعا هذه الاهتمام الخاص من معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الذي أفرز السلسلة من سلسلة هذه المشاريع، مشاريع الطرقات في المحافظة، والمتابعة المستمرة للأمانة والجهود المبذولة من الأخ المحافظ نبيل شمسان ودعم خاص من الأخ المهندس سالم محمد الحريزي وزير الأشغال العامة والطرق، والرائع معين الماس المهندس القدير الذي يعطي كل مشروع حقه، سواء في
في المتابعة، سواء في المتابعة الميدانية أو المتابعة المكتبية أو الدراسة الأمانة. وطبعا الآن الانتعاش الحاصل في مديرية الساحل والانطلاقة التي يقودها العميد طارق صالح، التي تمخضت عن مشاريع استراتيجية هامة يتمثل في المطار، مطار المخا، وحاليا المشروع الطريق الكدحة البيرين، واللي هو الشريان الجديد والهام للمدينة. أعزائي المشاهدين، ميليشيا الانقلاب لم تكتفي بحصار تعز 8 سنوات، وإنما تقتل أطفالها بقذائف الموت وأطفال المطار القديم لم تكن القذيفة الأولى ولا الأخيرة. فميليشيا الانقلاب تتعطش لدماء الأطفال باستهداف المناطق المأهولة بالمدنيين العزل وقرب المدارس. التفاصيل في هذا التقرير. يصوب ميليشيا الانقلاب الإرهابية قذائفهم على منطقة المطار القديم في محافظة تعز في وقت الذروة، وخلال خروج الأطفال من مدارسهم ليصيبوا 3 من الأطفال إصابات خطيرة وتفقدهم أقدامهم. ولم يكتفوا بهذا فحسب، إنما أتبعوا قذيفة أخرى بعد العصر وقت لعب الأطفال في حواريهم ويكونوا أمام منازلهم، فتصيب طفل ووالده وأحد أقاربه. يموت الأب ويتبعه الطفل في اليوم التالي. جرائم ميليشيا الإنقلاب الإرهابية تصيب العزل والمدنيين أو الأطفال والنساء، ولم نسمع أي صدى لجرائهم على المستوى الدولي والعالمي وحتى حقوق الإنسان. أطفال تتهاوى في مدينة أرهقت من القتل الدائم لأطفالهم وحصارها الذي نتج عنه تبعيات أرهقت المواطن البسيط. ضربة من حوتي ضرب للحارة، ضرب 3 أطفال، وقع قذيفة للحارة اللي جنبهم يلعبون. واحد بتسقى رجله، واحد شضية بطنه، واحد ثاني كسر رجله. قذيفة ثانية سقطت عصر اليوم على منطقة المطار القديم حي الصيانة، إضافة للقذيفة الأولى التي سقطت صباحا وسرح ضحيتها 3 جرحى. الآن 2 أطفال، طفل بترت رجله والطفل الآخر مصاب إصابته خطيرة أيضا. والد هذا الطفل سامي استشهد وهو الآن في ثلاجة مستشفى الثورة نتيجة قذيفة أطلقها الحوثيين على حي المطار القديم، سقطت إلى داخل منزلهم، استهدفت هذه الأسرة النازحة، استهدفهم لداخل منزلهم. ليس هناك أي حجة، أي مبرر لإطلاق هذه القذائف إلا استهداف المدنيين المتعمد بشكل مباشر. لا يوجد هناك أي معارك، بعيدين عن خطوط التماس بما فيه الكفاية. مديرية مشرعة وحدنان بمدرجاتها وجبالها الشاهقة، إنما في منطقة تبيح يبرز احتياج ملح لأبناء المنطقة، فهم يتحدثون عن طريق يتمنوا أن ترصف لإيصال غذائهم وإسعاف مريضهم. وكذا مدرجاتهم أصبحت بور بسبب الأمطار والسيول وحرموا من محاصيلها. وإليكم التقرير التالي. الطريق شريان حياة، وأيضا المدرجات الزراعية هي أيضا شريان حياة للمزارعين. هذا ما تحدث عنه أبناء منطقة تبيح في مديرية مشرعة وحدنان بتعز. معهم طريق تحتاج الشق لتخفف عن ساكنيها عناء السير على الأقدام من أجل جلب مقاضيهم واحتياجاتهم من السوق العامة والقريبة لهم في نفس المديرية، أو حتى إسعاف مرضاهم الذين يحملون على أكتافهم إلى أقرب وحدة صحية. فالطريق ضرورة ملحة لهم، وأيضا لديهم مدرجات زراعية جرفتها السيول والأمطار وحرموا من محاصيلها الزراعية من الحبوب والبقوليات وغيرها، وحتى رعي أغنامهم. لسان حالهم يدعون لمساعدتهم وشق طريقهم وتأهيل مدرجاتهم. نحن نعاني من صعوبة الطريق من هنا إلى أسفل القرية، رغم الآن القرية الطريقة تدرات ونمشي على الحمير، ولا يوجد أي منظمة أو جهة داعمة لدعمنا لتوصيل الخط هذا ورأفة للمواطنين والفقراء والمساكين. نحن لا نستطيع أن نقوم بإصلاح الطريق كمثل بقية في بعض القرى. وجدوا منظمات
منظمات مانحة وفاعلين خير قاموا بإصلاح الطرق، لا غير ما عدا قريتنا لا تقعد لها ولا يوصل لها أي شخص، لا سوى الجهة الحكومية ولا المنظمات ولا الجهة المانحة. فنحن نطلب من الجهة المانحة أن تستغيث وتعرف قرية نبيح كونها أحد القرى من مديرة مشرى وحدنان محرومة من كل المصلحة العامة. نعاني من وعرة الطريق وخاصة الطريق الفرعي إلى قرية تبيح والذي تبلغ مساحة طولها 630 متر ويستفيد منها 3000 أكثر من 3000 نسمة. وهذا الطريق خاصة في فصل الصيف عندما يهطل الأمطار تنقطع تماما ويعاني منها أغلبية العجزة والشيابة ولا يستطيع ينزل الأثقال إلا فوق الحمير. لذلك نطلب من التدخل من الجهات المانحة أو المنظمات أو الصندوق الاجتماعي للتنمية. ناشد الداعمين وناشد المنظمات لإنقاذ طريق قرية تبيح، لحيث عند في فصل الصيف عندما تقطع الطريق ونحمل الأمراض على النعش بعض الأوقات وعلى الحمير. وهذه المنطقة الطريق تربط بين مديريتين، مديرية صبر مشرع وحدنان ومديرية المسراخ، أكثر من 3000 نسمة يحتاجوا لهذا الطريق. وبالصيف عندما يحصل الأمطار تنقطع الطريق ولم نجد أي ولا يوجد أي مدخل للقرية غير هذا الطريق. ندعو الجهات المختصة والجهات المانحة والمنظمات للفت على هذه القرية، قرية تبيح، كونها آخر قرية من قرى مديرية بشرى وحدنان، وهي منطقة نائية تبعد كثير عن المديرية ولا يلتفت إليها. يستفيد من هذا الطريق الشريان الرئيسي لقرية تبيح وقرى مجاورة من مديرية المسراخ أكثر من 3000 نسمة، وفي فصل الصيف خاصة تخرج عن الجاهزية تماما. في الصيف 2017 أسعفنا بعض المرضى في النعش إلى الطريق الجاهزة، يعني كان حمل ثقيل ولدينا صور موثقة في ذلك. ندعو جميع المعنيين للالتفات إلى هذه. نحن بحاجة ماسة إلى إصلاح المدرجات بالقرية وأيضا إصلاح الطريق الفرعي الذي لا دخل القرية، لأن المواطنين هنا يعني حالة ضعيف والقرية ليس فيها قات ولا شيء، وإنما كلها قرية زراعية، يعني بحاجة ماسة إلى إصلاح المدرجات الزراعية التي خربها السيل في السنوات السابقة حينما كانت الأمطار غزيرة. المدرجات تلفت كامل والآن نحن بحاجة إلى إصلاحها. ندعو المنظمات المانحة والمهتمة بشؤون المواطنين أن تدعمنا وأن تصلح تلك المدرجات وأيضا الطريق النازل إلى وسط قرية تبيح. منطقة تبيح طريقا ومدرجات احتياج ضروري لوسطاء المنطقة من أجل العيش بكرامة والعيش من أجل الحياة في هذه المنطقة المحتاجة للعديد من الخدمات التنموية. المال الوطني هو الرديف الأساسي في التنمية وانتشال البطالة، وشركة التكامل جزء من الشركات اليمنية التي لها مساهمات وحضور، واحتفال الشركة بخمسين عاما من العطاء والعمل يعني الاستمرارية والحضور. التفاصيل في التقرير التالي. شركة التكامل الدولية المحدودة أحد الشركات اليمنية وذات الرأس المالي اليمني، تحتفل بمويلها الذهبي الخمسين عاما من العطاء والعمل لشركاتها الفردوس لتعبئة عصير الفواكه والأشربة المحدودة تعز، وللتبريد وحفظ الأسماك التضامنية بحضور وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي والعديد من الشخصيات الاجتماعية. وتميز الاحتفال بأنه تم تكريم أقدم عامل في الشركة وتسليم درع اليوبيل للشركتين، وتحدث الجميع عن دور رأس الأموال المحلية وحضورها في التنمية المستدامة في الوطن ككل. طبعا للقطاع الخاص ولرأس المال الوطني دور كبير في التنمية الاجتماعية والرفع من اقتصاد الجمهورية اليمنية. نحن بدورنا نشكر الإخوة القائمين على مؤسسة الحاج أحمد عبد الله الشيباني، شركة التكامل المحدودة التي يتزامن اليوم مع عيدها اليوبل الذهبي لهذه الإدارة الناجحة وللحاج أحمد عبد الله الشيباني.
الذي كان له مساهمات كبيرة في التنمية في محافظة تعز، ونشكر أيضا كل العاملين الذين حققوا هذا النجاح الكبير والصمود لهذا الرئيس الوطني ليكون ناجحا مساهمته مع الدولة. اليمن هي بحاجة إلى أن يكون موجود رأس مال ورؤساء المال أيضا في البلد. دائما رأس المال ما يكون إلى جانب الدولة، دائما رأس المال ما يكون مشجع أيضا لكثير من الصناعات التي تحصل على مستوى اليمن بشكل عام. مهم جدا أنه رأس المال الوطني يكون شريك أساسي للدولة، وبالتالي يعني ما يحصل اليوم من تشجيع، ما يحصل اليوم من افتتاح لمؤسسات ولشركات من قبل رؤساء المال، هذا هو شيء جيد. نتمنى أيضا أن يستمروا، نتمنى أن يكونوا داعمين في كل المجالات، نتمنى أن يكونوا أيضا مساعدين للدولة ومساعدين أيضا للناس ومساعدين للشعب. أنا سعيد جدا اليوم ونحن نحتفي بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس مجموعة أحمد عبد الله الشيباني. هذه المجموعة التي لها بصمات رائدة بمجال التنمية والاقتصاد، هذه الشركات الآن هي واحدة من عوامل التطور وعوامل البناء سواء لليمن، ووجودها في هذه الظرف الآن وهي تقوم بتشغيل عدد من العمالة وترتد البلاد بالاقتصاد الوطني يمثل انتعاش حقيقي للتنمية. ونتمنى أن يحظى القطاع الخاص اليمني بدعم، لأنه هو قادر على انتشال اليمن من وضعها المأساوي. يسرنا في هذا اليوم البهيج أن نشارك مجموعة أحمد عبد الله الشيباني تدشين احتفالاتها بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها، ويسعدنا أن نباركها على مرور 50 عاما من التطور والنجاح. فقد أسهمت هذه المجموعة الرائدة بفعالية منقطعة النظير في التنمية الاقتصادية وتطوير الأعمال، كما لا ننسى الدور الوطني الفعال الذي قام به المؤسس الحاج أحمد عبد الله الشيباني، أطال الله في عمره وأبقاه ومده بالصحة والعافية. لعبت هذه المجموعة الرائدة دورا هاما في مجال التنمية الاقتصادية، في مجال تنمية الأعمال، في مجال التطوير الاقتصادي، في مجال تقديم أفكار مبدعة، في مجال أيضا توطين الصناعات في توطين العلامات التجارية العالمية وتصنيعها محليا، وهذا يعني دور رائع، ونتمنى لهذه المجموعة مزيدا من التطور. متى بدأت تشتغل؟ بدأت تشتغل من 69 حتى أتقاعدت في 2005 أتقاعدت. اشتغل بالله بالسلك. أعزائي المشاهدين، الأمراض المزمنة أصبحت شبح يداهم النساء في مدينة أعياها الاحتيال، فبالي نساء أرامل ومطلقات يداهمنهن المرض المزمن السكر والقلب وغيرها ولا يقدرون على شرائه. وإليكم تفاصيل التقرير. عائشة عبادي جلست تقلب العلاج الذي صرف لها، فهي أحد النساء المسجلات في مشروع رعاية وشفاء لتوفير الرعاية الصحية للنساء الأرامل باليمن، والذي تدعمه جمعية الرعاية الإسلامية دولة الكويت وتنفذه مؤسسة رسالة للتنمية المرأة، لتساعد ذوي الأمراض المزمنة مثل السكر والقلب وغيرها في شراء العلاجات لمدة 4 أشهر وفق مراجعة الطبيب والفحوصات وعرض الدواء اللازم وصرفه ببطاقات محدودة لها. طبعاً أنا سجلت برسالتي، وطبعاً الحين اتصلوا بي وقالوا لي تعالي لأني أكشف علي الدكتور ودالي علاجات مجانية إن شاء الله، يعني بارك الله فيهم. الكرت هذا طبعا موجود، كل شهر استلم فيه. وطبعا جت على هذا اللهم طلبونا، وظروف صعبه ما نقدرش ان احنا نشتري العلاجات بكل شهر. ندشين اليوم مشروع الرعايه الصحيه لتوفير الرعايه الصحيه للنساء الارامل في اليمن. طبعا كان هذا المشروع بدعم من الجمعيه الرعايه الاسلاميه في دوله الكويت وتنفيذ مؤسسه رساله تنميه المراه. طبعا المشروع يستهدف 200 حالة من المستفيدات من المصابين بالأمراض المزمنة
طبعا هذه الأمراض المزمنة أثقلت كاهن بالذات ونحن في تعز في مدينة حرب، أثقلت كاهن المواطنين كونها تكلفهم مبالغ مالية شهرية وباستمرارية. جاءت هذا المشروع لينفس كرب هؤلاء عليهم مبالغ مالية من هذه العلاجات، ونوفر لهم العلاجات خلال فترة 4 أشهر كل شهر يصرف ل 200 حالة مصابة بالأمراض المزمنة. استفدنا في 3 مديريات، في مديرية الصالة ومديرية القاهرة ومديرية المظفر ومديرية الشمايتين. سيستمر هذا المشروع إن شاء الله 4 أشهر. طبعا نحن بعد الاستداء، بعد أن يتم عملية الفرز والتحقق من أسماء إنها مريضة وتستخدم العلاج باستمرار، يتم استدعائهم ثم الطبيب يكشف عليهم، يكشف على الأمراض ويعين لهم التقارير الطبية والفحوصات، ثم يصرف لهم العلاجات المقررة التي تتناسب مع مرض كل مستفيد، ويصرف لهم كروت على موجب هذا الكرت يستلم العلاج يكون شهريا مجانا. شكرا لكل من دعم هذا المشروع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم حسناتهم، وندعو الخيرين إلى المساهمة والمبادرة بمثل هذه المشاريع المهمة في هذه المدينة وفي هذا البلد اليمن الذي يعاني من الحرب منذ 8 سنوات. الأمراض المزمنة لم ترحم أبناء محافظة تعز المحاصرة التي تعاني الحرب والحصار، وأيضا يأتيها الأمراض المزمنة التي يئن منها أبناء محافظة تعز وخصوصا الأرامل والمطلقة. أعزائي المشاهدين، نقابة الصحفيين اليمنيين بتعز تقوم بالتعاون مع جامعة تعز كلية الإعلام لقاء موسع رسم معالم اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. التفاصيل في التقرير التالي. نفذت نقابة الصحفيين اليمنيين فرع تعز مع كلية الإعلام بجامعة تعز لقاء موسع ضم الإعلاميين والصحفيين والكتاب القدامى والطلاب من كلية الإعلام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. وتمحور اللقاء من منظور إحصائيات للانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين اليمنيين طوال فترة الحرب، وكذا عن الحقوق الاقتصادية والمهنية للصحفيين اليمنيين وواقع ما تعرضون له، بالإضافة إلى أهمية تضمين بند فك الحجب عن المواقع الصحفية وإنهاء الحظر والتوقيف على وسائل الإعلام اليمنية ضمن ملفات السلام. وكان هناك مطالب في إعادة إصدار صحيفة الجمهورية ودعم إذاعة تعز مع فك فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بتعز. تنظم نقابة الصحفيين بالشراكة مع كلية الآداب قسم الإعلام جامعة تعز يعني اللقاء الصحفي الموسع بإحياء اليوم العالمي يعني معاهدة عدم الإفلات من العقاب حول الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. طبعا يهدف اللقاء لمناهضة الانتهاكات والعنف والموجه ضد الصحفيين، يعني حضور الصحفيين، جميع الصحفيين الآن في هذه القاعة يعزز، نريد أن نرفع صوتنا عليه بشكل قوي جدا حول أننا لابد أن يتحاسب جميع الذين يعني يقومون بالانتهاكات ضد الصحفيين. اليوم قسم الإعلام بجامعة تعز يقيم بالشراكة مع نقابة، يتعاون مع نقابة الصحفيين في إحياء الفعالية، في إحياء اليوم الدولي لمناهضة الإفلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، لإيصال رسالة للمجتمع الدولي وللمجتمع اليمني ولأطراف النزاع أن كل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لن تمر مرور الكرام ولن تسقط بالتقادم. واليوم نحن نوسع مع نقابة الصحفيين لتأسيس نواة ليس لرصد الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ولكن لتجميع الدلائل القانونية التي تدين مرتكبي هذه الانتهاكات، وسوف نعمل على إقامة محاكمة شعبية من أجل توثيق هذه الجرائم، توثيق قانوني بحيث لا تسقط بالتقادم. فلا يكفي رصد الانتهاكات،
بل لابد من إجراءات قانونية لكوننا نخشى كإعلاميين من أن تأتي تسوية سياسية وتسقط هذه الجرائم الوحشية المرتكبة ضد الصحفيين والتي ترتقي في بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكي لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم أو بالتسوية السياسية كما حدث للصحفيين أبان المبادرة الخليجية والتي سقط العشرات من الصحفيين خلال ما قبل 2010، واليوم أكثر من ما يقارب من 46 صحفي ومصور قتلوا على يد ميليشيا الحوثي، وهناك العشرات بل والمئات من تم تشريدهم وإخفائهم قسريا، وإضافة إلى جرائم أخرى يرتكبها بقية الأطراف. فالصحفي اليوم أصبح هدف لدى كل الأطراف من أجل إسكات الحقيقة واغتيال صوت الحقيقة في هذا البلد المنطقة. لقاء موسع لإعلامي محافظة تعز يتحدث عن اليوم العالمي للانفلات، إنما هي خطوة جادة لإيجاد نقاط على الحروف لإيجاد الجرائم التي ترتكبها الأطراف المتسارعة وخصوصا ميليشيا الانقلاب في الجرائم والانتهاكات ضد الإعلاميين. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية البرنامج وأطلينا على شرفات الحياة في مدينة تعز. برنامجكم إضاءات من تعز يحرص أن تكون قناة عدن حاضرة لنقل كل ما هو جديد ومهم في تعز. تقبلوا تحياتي وتحيات قناة عدن من تعز.